ايه اللي هيحصل في الاي سي تي، وهل في اماكن فاضيه ولا لا، وهل هي مدى اعتمادها وداخل كلياتنا معتمده ولا لا. ما بتواصل مع دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قال هتعتمد السنه دي لحد ما نعدي بس من الازمه العالميه عامه كلها، ونشوف هيحصل ايه. السات هيرجع ولا لا مش عارفين، ولكن خلينا نروح ونفهم اكتر الاي سي تي من المهندس احمد فاخر المدير الاقليمي لاي سي تي الشرق الاوسط. يا باشمهندس مساء الفل. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نتعرف كده من حضرتك ونفهم طلابنا ونفهم اولياء الامور الاول، الاي سي تي معتمد طبعا زي السات؟ اه طبعا يا فندم، الاي سي تي دي شهاده دوليه موجوده من الخمسينات تمام في الولايات المتحده الامريكيه، وحاليا معترف بها في تقريبا 140 دوله في مختلف دول العالم. صحيح. مفيش يعني هي زيها زي الامتحان الاي سي تي، شهاده دوليه وموجوده من زمان، وهي بس ما كانتش موجوده، كانت موجوده في مصر بس ما كانتش ما كانش في البروسيس، يعني ما تمتش الاتفاق بيننا وبين الحكومه المصريه عشان تبقى يعني شهاده قبول لطلب اللغه الامريكيه لدخول الجامعات المصريه. ولكن الاجراءات دي خلاص تم اعتمادها بقى من دكتور طارق شوقي ممثل الحكومه المصريه كوزير تربيه وتعليم. بالظبط بالظبط، احنا الدكتور طارق شوقي يعني قبل موضوع الغاء امتحان السات ده بفتره يعني يمكن 7 8 اسابيع يعني اعتمدوا شهاده الاي سي تي، وفعلا في طلبه عندنا دخلوا في شهر دبي اللي فات تمام خدوا الامتحان ويعني وطلعت لهم النتائج وخلصوا وكمان سجلوا في الجامعات دي. الطلبه بتاعتنا خايفين، طب مش هنلاقي اماكن ممكن مثلا في الاي سي تي، هل حاج ممكن تطمنهم وتقول لا في اماكن للامتحانات؟ الاولاد هو فعلا اول لما حصل الموضوع ده احنا عشان امتحان الكتروني فالطلبه لازم تفهم ان تزويد المكان عندي مش بحط ترابيزه وكرسي وخلاص، ان هو مش ورقه وقلم هتتوزع على الطالب، انا بجيب له جهاز كمبيوتر الطالب مش بيجيب الجهاز معاه، لا احنا بنوفر جهاز الكمبيوتر للطالب، وبالتالي لازم اعمل عليه كده ان الجهاز ده فعلا يصلح ان الطالب يقدر يقعد عليه وما يحصلوش مشاكل وهو بيمتحن. صحيح. فبالتالي بتاخد مننا شويه وقت، واحنا فعلا زودنا من الفتره اللي فاتت لغايه امبارح ولغايه النهارده يقدر الطالب يدخل هيلاقي في اماكن فاضيه. اه بتخلص على طول وبنزود تاني. لكن الحمد لله دلوقتي انا اعتقد ان معظم الناس يعني سجلت ولكن احنا برضو بنزود، لان بصراحه وزاره التربيه والتعليم بتدعمنا دعم كامل الحمد لله رب العالمين وبيساعدونا، واحنا بنشتغل معاهم ليل نهار عشان نوفر اماكن لكل طالب عايز يمتحن امتحان الاي سي تي في الشهور القادمه. باشمهندس احمد، انا عارف حضرتك شغلك منظم قوي، هل انت عندك من قاعده بيانات مثلا لعدد طلابنا هم قد ايه عشان كده بناء عليه انت بتزود الاماكن؟ يعني انا في رقم عندي ما اعرفش صح ولا ان هم 3000 طالب. طيب هو فعلا ده الرقم يعني اللي عندي انا كمان، بس هم مش 3000 طالب بس، دي هم طبعا اكتر، لان في طالب مثلا في جريد 11 عايز يمتحن، في طالب ممكن في جريد 10 عايز يمتحن، وفي في جريد 12. احنا بنتكلم دلوقتي على الطلبه اللي هم جريد 12 السنه دي، في طلبه كتير خدوا ستاف وخلاص خلص اموره، وفي طالب برضه خد الاي سي تي وخلاص خلص اموره، في طالب ما ساعدوش الحظ ان لا ياخد ده ولا ياخد ده، وداخلين بكره، احنا بكره عندنا امتحان ان شاء الله سواء الجمعه او السبت، احنا بنعمل الامتحانات في جمعه وسبت تمام، ويوم 18/9 و19/9 عندنا برضه امتحان تاني، ويوم 9 اكتوبر وده ان شاء الله داخل في التنسيق عندنا برضه امتحان ثالث تمام، الطلبه تقدر تاخد ده او ده وده، وفعلا بيحجزوا باستمرار، احنا عندنا طبعا بنعمل تشيك على الاعداد باستمرار، في طلبه كل يمكن دقيقه في حد بيحجز، وانا بوفر لهم بقدر المستطاع الاماكن اللي هي تغطي اكبر من الرقم اللي حضرتك قلته ده بكتير. طب هي ده حاليا متوفر الحمد لله. طب باشمهندس او يعني السات كان في مشكله او تسبب في مشكله ان هو تسرب، اعتقد ده مش هيبقى موجود في الاس تي. لا احنا ما فيش، واحنا بننبه على كل يعني اولادنا واولياء الامور، ما حدش يعني يستدرجهم لحاجه زي كده، احنا امتحاننا ما فيش انسان يعرف الامتحان ده غير الطالب اول ما بيبتدي الامتحان عنده. فموضوع ان هو بيتسرب مش بيتسرب ده مقبول تماما عندنا، محدش يقدر يحصل على الامتحان الا الطالب وهو بيحل في الامتحان. هاي سؤال ساذج معلش، بس انا سمعته على السوشيال ميديا ان امتحانات الاي سي تي كمحتوى هتبقى اصعب من امتحانات السات، ليها علاقه الموضوع اكتر من هو شكل تنظيمي وشهاده معتمده، ملوش علاقه بالمحتوى نفسه بتاع الامتحان؟ لا يا فندم، هو ملوش، هي طبعا شهاده معتمده دوليه، ولكن دي شهاده تقييم، لان هي بس في خلط عند بعض الناس ان هم فاهمين الاي سي تي او امتحان السات ده عباره عن مناهج، هي مش مناهج تعليميه، دي امتحانات تقييم
للمنهج الامريكي اللي انت درسته في مدرسه. صحيح. الطالب في امريكا او في اي دوله من ال 140 دوله دي ما بتفرقش معاه، هو بيدرس مثلا ماده لغه انجليزيه وبيختار يدخل ده او يدخل ده، ان هي حاجه واحده. انا بقيمك في المنهج الامريكي اللي انت درسته. بدل الطالب في مدرسه امريكيه اذا بياخد منهج امريكي. امتحان الاس تي تقييم للمنهج الامريكي ده، كذلك الساد اهو امتحان الساد تقييم للمنهج الامريكي ده. صحيح. لكن مفيش حاجه اسمها منهج اس تي المفروض انها ما تفرقش معاه خالص. الطلبه احنا بره في اي دوله من الدول اللي احنا موجودين فيها ما بنفرقش الطالب وهو بيذاكر، نقول له لو عايز اس تي يجي يمين ولا عايز ساد يجي شمال. بالظبط. ما بيحصلش ده خالص. هو بيحس مثلا او الرياضيات باللغه الانجليزيه، وفي طالب بيدخل الامتحانين يشوف جاب اعلى فين ويقدم سمعه. وده يعني اللي عمله الدكتور طارق شوقي ده، هو ده الطبيعي ان هو يبقى فيه اختيار للطالب بدل الكونتنت واحده. خلاص انت بتقيم في المنهج اللي انت اخدته، انت ما خدتش منهجين واحد للاي سي تي وواحد للساس. صحيح. مش معناه. طب هل الاي سي تي في فرصه اكبر؟ يعني وانا بسمع لتصريحات الدكتور طارق قال ان الطالب عنده 7 محاولات، هل ده ما كانش في السات؟ الساد كان المحاولات طبعا قال احنا بنحاول ان احنا نساعد ابنائنا الطلاب ان احنا عمل لهم 7 محاولات في السنه سواء اي سي تي او اي سي تي سبجكت. تمام. ودايما بنديله كمان مرونه في الوقت، يعني احنا امتحاننا بيبقى جمعه او سبت صبح او بعد الظهر، بنخلي الطالب يختار الميعاد اللي هو عايزه. عايز جمعه الصبح تعالى، عايز تيجي الجمعه الصبح ممكن بعد الظهر، فبديله فلكسبيليتي ان هو يقدر يختار التاريخ وحتى التايم المناسب فيه. تمام. واعتقد عدد الشهور للامتحان كمان اكتر، يعني انا كنت عارف السات شويه عدد الشهور اكتر. صح كده. بنعمل 7 مرات. طيب بالنسبه للشريك الثالث بقى اللي مع حضراتكم، هو الشريك الاهم بالنسبه لولي الامر، هي الجامعات. اعتقد دكتور خالد مغفار برضو اعتمد الشهاده الاي سي تي، صح كده؟ اه طبعا، هو تم اعتمادها من طبعا زي ما قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ان دي امتحانات ما قبل الجامعي. فبيتم الاول معادلتها بالثانويه العامه المصريه، واللي بيرفع ده للمجلس الاعلى للجامعات والتعليم العالي هو وزاره التربيه والتعليم. وده حصل فعلا، عشان كده بقول لحضرتك ده حصل فعلا قبل مشكله الساد دي بكتير، يعني بتاعتها وحصل، والمجلس فعلا اعتمدها ووزاره التعليم العالي فعلا اعتمدتها وانتهت المشكله. الطالب اللي يقدر عايز ياخد ساد ياخد، اللي خد ساد خلاص بيدخل الجامعه. بالظبط. واحد ما وفقش لاي سبب من الاسباب وخد الاس تي برضه هيدخل دي الجامعه، فما فيش اي مشكله خالص. كلام محترم جدا، كل الشكر للمهندس احمد فاخر المدير الاقليمي لـ ACT الشرق الاوسط. حاولنا نفهم الناس بطريقه مبسطه ان مفيش اي قلق خالص، في اماكن كتير. الرقم المعمول حسابه هو 3000 بس، هو اكتر فعلا، اعتقد مش جريد 10 كمان، اذا في جريد 9 ممكن يخش، فالرقم هيزيد عن كده. ولكن مهندس احمد طمنا، لا في اماكن كتير وكل ماده بيزودوا الاماكن. ودانا كمان لمنطقه مهمه جدا، وهي المزايا اللي ممكن تبقى اكتر في اي سي تي من السات، لحد وتفر بقى هتحل مشكله السات ولا مش هتتحل. اعتقد بتاخد لها بتاع سنه ونص، 18 شهر تقريبا لو انا عندي معلومه صح يعني، فهترجع ولا مش هترجع. احنا اولادنا متامنين، والجامعات كمان معتمده الشهاده دي، وزاره التربيه والتعليم معتمده الشهاده دي. احنا قلنا الحكومه المصريه فهي متمثله في وزارتين، وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني ووزاره التعليم العالي، واعتمدت الشهاده دي خلاص. العلاقه في موضوع المناهج والامتحان اصعب واسهل، والكلام اللي انا بقراه على السوشيال ميديا ده ملوش اي علاقه خالص، هو امتحان تقييمي فعلا للمنهج اللي حضرتك درسته، ومفيش حاجه اسمها اصعب واسهل. فحبينا نطمن ونفهم كل المستمعين على قد ما نقدر عن موضوع الاي سي تي الجديد.